مساء الخير عليكم جميعا يا متابعيني الجميلين. شوفوا شوفوا والبراعة والإتقان والدفء كلها متمثلة في هذا الطبق. على أنا من يوم ما عرفت نفسي أشتري عريكة من السيدات اللي يبيعونها في الانستغرام وهذه المواقع التواصل، ودائما أطلب عريكة، لكن انه احد يضبطها مثل ام لولي ما لقيت، لدرجه اني لو دخلت الجنه وجوني الملائكه قالوا وش هي امنياتك، بقول جبال من عريكه ام لولي بدون اي مبالغه. واصلا الصوره تعبر عن شيء اللي ما يعبر عنه الكلمات. شوفوا الاتقان واللذاذه من الصوره، انا اعتقد يوصل الطعم من الصوره فعلا بدون أي مبالغة وبدون أي مجاملة وبدون أي كذب وبدون أي ما يجيني ولا شيء. هذه الإنسانة بارعة وموهوبة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا خلصتها. هذه من الأشياء اللي أنا بعاني منها إذا رحت بعثة. أصله أنا دائما لما أفكر بالبعثة أفكر مين كيف بقدر أطلب عريكة إذا أنا في أستراليا ولا كندا، فأنا أنصحكم بشدة أنكم تطلبون منها.